شاركت وزارة الصحة في اجتماعات لجنة وكلاء وزارات الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر الاتصال المرئي عن بعد ومثل المملكة في الاجتماع الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة والدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة حيث بحث الاجتماع منجزات لجنة وكلاء وزارات الصحة في مختلف القضايا الصحية. بالاضافه الى تعزيز سبل تعميق مسيره التعاون الصحي المشترك بين البلدان الشقيقه وذلك للاسهام بتوفير الرعايه الصحيه المتميزه لابناء دول المجلس والارتقاء بالعمل الصحي المشترك في دول مجلس التعاون